تعز جوهر الأزمة اليمنية وحلها المفقود. كيف يمكن لها الخروج من شرنقة الفوضى؟ ماذا بوسع المحافظ نبيل شمسان فعله لحلحلة الملفات العالقة؟ هل يمكن الرهان على أبناء تعز وإنهاء صراع السيطرة وترتيب وضع الجيش؟ أهلا بكم. بعد قرابة عام يعود المحافظ نبيل شمسان إلى محافظته تعز. تعز الغارقة في بحر من الخلافات والتضحيات، ووحدهم أبناء تعز من يدفعون الثمن غاليا، ثمن كل البلاء المحيط بهم. انفراد ميليشيا الحوثي بها، وإهمال معركة التحرير، وانقسام الجيش، وغياب الخدمات، وانتشار الأوبئة القاتلة، ومخاطر انهيار المحافظة كليا. هل يليق بتعز مثل هذا؟ هل تستطيع تحقيق تجاوز الإشكالات المحلية وتجاوز إخفاق الشرعية وإشكالية التحالف والضغوط الدولية؟ تعز التي قاتلت منفردة وانتصرت، وحوصرت وانتصرت، وأحيطت بالأعداء وكسرتهم، هل يليق بها أن تنكسر الآن؟ بعد قرابة عام من إقامته في القاهرة، عاد محافظ تعز نبيل شمسان لممارسة مهامه في المحافظة التي تعيش أزمة مركبة يتداخل فيها السياسي بالأمني، لتلتقي جميع التقاطعات عند نقطة الوضع العسكري. منذ وصوله قبل أيام، اكتفى المحافظ نبيل شمسان بزيارات ميدانية لبعض المنشآت الطبية والتعليمية والعسكرية ومتابعة العمل في تلك المرافق، لكن أبناء تعز لم يسمعوا تطمينات كافية بشأن الملفات التي تؤرقهم والتي تنتظر معالجة حقيقية لإحداث تغيير ملموس لواقعهم المر. في ظل الفشل الذي قدمته السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وبوصفه الملف الذي تنتج عنه جميع المشاكل، فإن ملف استكمال التحرير وفك الحصار عن المحافظة ينتظر عملا جديا هذه المرة. فبعد وصول الحرب إلى نقطة لا حسم وتوقف معركة التحرير، انشغلت القوات العسكرية في تعز بالصراعات الداخلية، وتوفرت البيئة المناسبة لنمو حالة من الاستقطاب السياسي المدفوع بحسابات حزبية مرتبطة بأجندات إقليمية. وفي حين تتصاعد حالة الاستقطاب في تعز، يبقى حصار ميليشيا الحوثي يلقي بظلاله الكارثية على حياة المواطنين في المحافظة بانتظار حلا يبدو أنه لن يأتي إلا بعودة العمل العسكري. ملف المخا ومحاولات عزل المناطق الساحلية عن تعز هو الملف الساخن على طاولة السلطة المحلية هذه الأيام، وربما يكون هذا الملف هو معيار الحكم على المحافظ، بالإضافة إلى ملف مقتل العميد الحمادي الذي ترفض السلطة المعنية الكشف عن نتائج التحقيق دون إبداء أسباب مفهومة. طول أمد الانفلات الأمني في تعز أفرز وضعاً انتشرت فيه العصابات والمسلحون خارج إطار الدولة، ويرى مراقبون أن كثيراً من هذه العصابات ما كان لها أن تظهر بهذه القوة لو لم تكن محمية من قوى وشخصيات نافذة داخل أروقة السلطة في المحافظة. وعلى الرغم من الآمال التي حملتها عودة المحافظ نبيل شمسان، إلا أن الواضح أن مشكلة تعز أكبر من مسألة عودة المحافظ، إذ أن ما يحدث في المحافظة يبدو صورة مصغرة من مشكلة البلد بأكمله، وما لم يتم إيجاد حل شامل للخروج من هذا الوضع فإن مشكلة تعز ستظل مرشحة للتصاعد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعي الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمتابعين والمتابعات. أهلا بك دكتور فيصل. لو سألتك أو بدأت معك الحلقة بسؤال انطباعي، هل أنت متفائل بعودة محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان؟ موضوع تعز بشكل عام إلى الآن لا يدعو إلى التفاؤل، سواء عاد المحافظ أو لم يعد، سواء ظل المحافظ مداوما في تعز أم غادر إلى خارج اليمن أو خارج تعز. موضوع التفاؤل هذا غير وارد إطلاقا لتعز بسبب ظروفها الخاصة. يعني تعز لا نستطيع مناقشة وضع تعز
في الإطار الخاص بمعزل عن وضعها في الإطار العام. فتعز ليست دولة مستقلة وليست كيان ذات حكم ذاتي حتى تستطيع أن تقرر لنفسها ما تريد. تعز تقع تحت ضغط أكثر من طرف، تقع تحت ضغوط خارجية للسياسة متعمدة من الإمارات والسعودية، وأيضا هي محاصرة غربا من هذه الدولتين، وهي محاصرة شرقا من وشمالا من الحوثيين، وهي أيضا مهمشة بتعمد واضح من الشرعية. وبالتالي أبناء تعز لا يمتلك القوة الخارقة ليخترقوا كل هذه الصعوبات حتى ينفذوا من هذه المؤامرة الأكبر من قدراتهم. مسألة المحافظ مسألة شكلية، يعني إذا أتيح لأبناء تعز أن 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 يعملوا لصالح محافظتهم بشكل حر ومدعوم ووفق القانون ووفق المتاح، ربما يكون وضع تعز مختلف. لكنها رهينة هذه الارتباطات الخارجية التي تؤثر على تعز بشكل كبير. نعم، إذا لو تسألنا دكتور فيصل، ما هي أبرز الملفات العالقة والتي هي بانتظار المحافظ؟ عندما عاد المحافظ ألقى خطابا طويلا حدد إنجازاته التي هي شيء من السراب. تحدث عن رواتب، عن تسويات، تحدث عن كهرباء، عن مياه، تحدث عن تحرير تعز، تحدث عن كثير من الصعوبات التي يعانيها أبناء المحافظة. لكن هذا الخطاب لا وجود له على أرض الواقع. يعني بعودة المحافظ تم إلى الآن إيقاف رواتب التربويين، والذي يعتبرون أكبر قطاعاً وظيفياً في المدينة. يعني هذه يعني بشارة تبعث على التشاؤم وعلى عدم التفاؤل. يعني إذا كان الحوثيون قد تسببوا في قطع مرتبات أبناء الحديدة، وأنا منهم، موظفي الحديدة وأنا منهم، بسبب أنهم اشترطوا التعامل في العملة القديمة، فإن إيقاف رواتب أبناء تعز وهم في مناطق محررة تتعامل بالعملة الجديدة هذه جريمة. استمرار عدم تسوية الكادر الوظيفي في الجامعة تعز التي تقوم بمهام كبيرة وجليلة في تعليم عالي، هذه جريمة لم تحل مشكلتها إلى الآن. كذلك السلطات، بعض الإدارات المركزية للسلطات داخل تعز أيضا لم تتقاضى رواتبها حتى الآن. الحديث عن 30 ميجا كهرباء، هذه اقترحها المحافظ السابق الدكتور أمين محمود، وكان يسعى بجدية إلى توفيرها. الحقيقة عندما نقارن حتى بين الرجلين، لا ينال نبيل شمسان أي حظ من السمعة الحسنة داخل أبناء تعز، بالعكس يتندرون على فشله بشكل مستفيض. الدكتور أمين محمود خلال عام واحد حقق لتعز الكثير من الإنجازات، ينبغي أن نكون منصفين. رضينا عنه أم لم نرضى، كان منا أم لم يكن منا، يعني استطاع إعادة تهيئة المكاتب الإدارية، إخراج المسلحين، فتح الشوارع، إعادة الخدمات. يعني خلال عام حصل صراع وشد وجذب بين الأطراف القوية في داخل تعز مع المحافظ، لأن له كان سياسة غير منسجمة مع الأطراف القوية، ولكن للأمانة هو قدم الشيء الكثير لتعز خلال العام. لكن ماذا قدم نبيل شمسان خلال العام؟ قدم أنه ذهب إلى القاهرة وظل فيها أكثر من عام، ثم أتى الآن بعد أن حال الحول وكأنه أتى ليقبض الزكاة السنوية لغيابه. لا أدري كيف يفكرون هؤلاء الناس عندما يقبلون الوظيفة العامة، عليهم أن يكونوا قد المسؤولية أو يستقيلون أو لا يقبلون. فقط هم يعتبرون المسؤولية العامة غنيمة، لديهم مخصصات شهرية، وكل محافظة لديه 3 مليون ميزانية تشغيلية، محافظ لديه مخصص شهري كبير، وبالتالي هم يتسابقون. رئيس جامعة تعز أيضا سيغلق العام وهو غائب في القاهرة، وكأنه متزوج على جامعة تعز زواج كاثوليكي، يعني لا يوجد بديلا عنه في جامعة الحديدة وكأن جامعة تعز، وكأن كوادر جامعة تعز لا يستأهلون التدوير الوظيفي أو لا يستحق أحد من الأساتذة والبروفيسورات في جامعة تعز أن يتولى هذا المنصب. نعم، يعني هل كوارث. يمكن القول دكتور يعني بأن الأوضاع ازدادت سوءا خلال هذا العام، خاصة مع اتساع رقعة الصراع الداخلي؟
ممكن لو تتفضل تتكرمي تعيدي السؤال لأنه الصوت نعم غير قلت واضح بالنسبة لي. نعم قلت لك هل يمكن بأن نقول بأن الأوضاع ازدادت سوءا خلال هذا العام الذي ترك فيها المحافظ محافظته وحالة دون تنفيذ يعني الكثير من الحلول الآن خاصة مع توسع رقعة الصراع الداخلي؟ هو يعتبر هذا العام الذي تقلد به نبيل شمسان منصب المحافظ هو عام الفشل لتعز بامتياز، لأن الرجل ظل غائبا عاما كاملا دون إنجاز شيء، فقط حرص على أن يتقاضى موازنة تعز التشغيلية، ولا أدري كيف يشغلها. يعني كثير من المنظمات هي التي تدعم الماء، تدعم النظافة، تدعم بعض القطاعات الاجتماعية، بعض الإغاثات، لكن السلطة المحلية إلى الآن لم تسوي كثير من الملفات التي ينبغي على أبناء تعز، وهي المنكوبة بقيادات فرضت على تعز وجعلوا، وهم كانوا الموظف الغير مناسب في المنصب غير المناسب في الظرف والزمن غير المناسب لهؤلاء. يتصارعون على المغانم، يتقاسمون الأسواق، يتقاسمون الفرزات، يتقاسمون الإيرادات، يعبثون لا وجود لحسيب ولا رقيب. طبعا أريد أن أقول بأننا كنا نقرأ ونحن صغار بيتا من الشعر لا نجهل معانيه الحقيقية. هذه البيت تقول: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هم وجدوا رئيسا رخوا يعني ذهب إلى فنادق الرياض وأدار ظهره للشعب اليمني وظل مغتربا عنها، وكأنما يحصل في اليمن لعب بلياردو يعني أو 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 حالة من الـ من الـ من الـ من, الـ من العمل الترفيهي، وليس حربا وتدميرا وجوعا وفقرا وانتهاء للخدمات. وبالتالي كل من يعينهم هو يسيء اختيارهم، وهو لا يعينهم بمفرده لأنه لم يحرص على استقلال سيادة البلد والحرص على سلطة سيادة القرار، وإنما ترك الأمر مشاعا للقوى إقليمية تنافسه هذا السلطة وتنتزع منه هذه السلطة، مثل الإمارات والسعودية، وكذلك الأحزاب التي تتموقع مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف تسعى لافتكاك بعض المغانم التي ليست بالمغرية مقارنة بالتضحيات التي قدمها أبناء اليمن خلال أزمة وحرب تقريبا سنصل عشر سنوات من العام 1910 نهاية 1910. نعم. إذن دكتور اسمح لنا أن ننضم معنا الأستاذ أحمد عثمان المحلل السياسي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. كيف تقرأ عودة محافظ محافظة تعز؟ هل يمكن أن تحمل هذه العودة ملامح أو بوادر انفراجة؟ طبعا عودة محافظة تعز هي عودة طبيعية للمشروع الأول في المحافظة، ونحن نأمل أن يكون وجود المحافظ الأول في المحافظة للسلطة يتيح له الاطلاع على تفاصيل القضايا ويستطيع أن يقود قطار تعز إلى الأفضل. لا شك أن وجود الأخ المحافظ رأس السلطة الأول في المدينة سيساهم في تحسين الأوضاع وفي إدارة الملفات الموجودة داخل المحافظة. نعم. هذا الشلل الذي يضرب المدينة على يعني كافة المستويات، ربما أبرزها مستوى التحرير والدعم والخدمات، كيف يمكن تجاوزه أستاذ أحمد؟ يعني الجميع يدرك حجم المشكلة لكنهم ينصرفون إلى صراعات جانبية ولا يحلون هذه الجذور. طبعا أنا متحفظ على كلمة الفشل التام والعام والشامل الذي قال تعز، حقيقة بالنظر إلى الظروف التي تعيشها تعز كمدينة محاصرة من أكثر من طرف، ومدينة لها يعني مشاكل ترتبط بالسلطة والحكومة، فمدينة تعز استطاعت أن تنجح وتحقق نجاحا في على مستويات كثيرة، سواء في مستوى الصمود والتحرير أمام قوى الانقلاب أو في مستوى تحسين مؤسسات الدولة مثل الجيش والأمن وتفعيل بعض مؤسسات السلطة. يعني هناك تقدم كثير. أنا أريد أن أقول أن هناك أخطاء، فعلا موجود أخطاء وبعض الخطايا داخل المحافظة، لكن
الوجه الاخر الذي لا يرى النتائج افضل من غيرها، والسلطه والشعب والقوى السياسيه تمهد ما استطاعت لابقاء هذه المدينه فيها روح الدوله. الذي يزور المدينه تعز يرى فيها مدينه غير التي يسمع عنها خارج تعز، يرى طبعا نترى المدينه من خارج تعز انها مدينه اشباح، لكنها في داخل تعز هناك استقرار وحياه ماشيه. صحيح ان هناك مآسي وهناك مشاكل وهناك بعض الاخطاء، لكنها ليست بالمستوى الذي يصوره الاعلام والتواصل الاجتماعي التي يعني تاخذ نوع من المسلكه المكايده. هذه قضيه يجب ان اؤكد عليها، وبعدها نتحدث عن المشاكل ونتحدث عن حل الملفات وعن حل ملفات التحرير بالذات التي لا يمكن ان نختزلها في شخص المحافظ او في شخص السلطه، وانما هي مترابطه بالذات في الحكومه ودعم محافظه تعز ومحاوله يعني محاصرة مدينة تعز في أكثر الملفات هذه، حتى يعني نضع النقاط على الحروف ونكون منصفين. يجب أن نساعد أنفسنا لكي نتحرك إلى الأمام ونستطيع أن نعيش في هذه المرحلة ونتجاوز هذه المأساة بتعاون الجميع. نعم، إذا اسمح لي أنقل وجهات نظرك للدكتور فيصل الذي أتمنى أنه استمع إليها. دكتور فيصل، استمعت لي وجهة نظر الأستاذ أحمد، يعني يجد أن ربما تحفظ على كلمة الشلل التي وردت في سؤالي، الوضع ليس بهذا السوء، هناك أخطاء نعم، ولكن بالمقابل هناك تقدم كثير في الخدمات. الوجه الآخر الذي ربما لا يرى أن هناك يعني أن تعز أفضل من غيرها كما وصفها الأستاذ أحمد، هناك استقرار وهناك حياة يعني متحركة في المدينة. نعم وجود مشاكل، لكن هذا لا يعني بأن الحياة متوقفة في تعز. طبعا عندما نتحدث عن تعز ينبغي أن لا نتحدث عن تعز ككتلة واحدة، نحن نناقش تعز كوجه سياسي، كسلطة محلية، كسلطة عسكرية، كسلطة أمنية تمثل الدولة. هذا هو الوجه السلبي الذي نتحدث عنه. لكن الوجه الاجتماعي لتعز وما يقصده الأستاذ أحمد عثمان هو ليس في بوارد الحديث في سياق التجاذبات. تعز في وجهها الاجتماعي وجه مشرق، هي نابضة بالحياة، هي تنتزع حق الحياة، هي تنتزع حق الحرية، هي تتحدى المستهدفون لها، هي تحاول أن تقفز على جروحها. اليوم تعز إذا أردنا أن إذا جاء ضيف وأراد أن يسكن في تعز ربما يحتاج إلى سنة حتى يلقى إلى يجد شقة سكنية حتى يسكن، في نزوح عودة النازحين، ولكن هذا أيضا إدانة للسلطة للمحافظة بمعناها السياسي، أي أنه الإعمار صفر. مسألة الحصار صعب مسألة الإعمار والتنمية، أي أن إدخال الحديد والأسمنت ومواد البناء أصبح مكلفا، وبالتالي البيوت المدمرة لم يعد ترميمها. هذه أيضا نكبة أو نقطة سوداء تتحملها السلطات. إذا فنحن عندما نتحدث عن تعز نتحدث عن المحافظة بمعنيين، معنى سياسي تمثل الدولة بسلطاتها الإدارية والأمنية والعسكرية في لها عليها مثالب كبيرة. يعني إلى الآن معظم المتهبشين والقتلة والمجرمين والبلاطقة والمفصعين يعبثون في تعز. أين كم عدد الذين تم القبض عليهم وتسليط العقوبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة والقضاء؟ يعني الإيرادات التي تنهب وتتقاسمها بعض القوى والنفوذ العسكري والأمني، الأسواق، الفرزات، بعض الإيرادات، النهب المباشر على الأتاوات غير الشرعية على الأسواق وعلى التجار، هذه نكبة أو نقطة سوداء. نحن إذا نتحدث عن تعز بمفهومين، مفهوم اجتماعي رائع وجيد، أي أن الناس بجهودهم وبتضحياتهم وبنضالهم جعلوا من تعز شيئا إيجابيا، وبالتالي قهروا الصعوبات ليعيشوا، انتزعوا حق الحياة، حق الحرية، التحدي. هذا ليس فضلا لا من عبد الرب منصور ولا من الأحزاب السياسية ولا من السلطات المحلية، هذا بجهد كل تعزي
صمد في وجه هذه الصعوبات وانتصر عليها. اليوم تعز يفصل لها قرارات سياسية، من يكون المحافظ، من يكون وكلاءه، من يكون مدير الأمن، من يكون مدير الشرطة، من يكون قائد المحور، من يكون قائد اللواء. لماذا تفرض على تعز مثل هذه الخيارات السيئة؟ اليوم الذي يستحق أن يكون محافظ لتعز هو المناضل في تعز، من يستحق أن يكون مدير الأمن هو المناضل في تعز. يعني أبناء تعز فيه لديهم كوادر كبيرة جدا تستحق أن تدير نفسها بنفسها دون أن تفرض عليها بتفاهمات خارجية أو بإملاءات إماراتية. اليوم الإمارات تسعى حثيثة أن تنتزع إدارة المديرية الساحلية لتشكيل محافظة، مع أن هذا خلافا للدستور، خلافا للقانون، الزمن غير مناسب. هذا يقوم على مسألة استكمال الدستور الاتحادي وتفصيل ماذا يعني الإقليم وماذا يعني الولايات داخل الإقليم وماذا يعني المديريات. يعني ليس من شأن الإمارات ولا من شأن السلطة الشرعية أن تفكر بهذا. اليوم نحن نطعن تعز من الخاصرة لأنها نجحت ونريدها أن تفشل. النجاح الاجتماعي ليس نجاحا سياسيا للسلطات. نعم. السلطات فشلت امتياز، وبالتالي عليها مسؤولية، عليها اسمحي لي بس أن أكمل، عليها مسؤوليات أن تسد، أن تقوم بدورها في يعني في الإيفاء بالالتزامات الخدمات العامة وهي بسيطة. يعني الإنسان في تعز يشتري الماشرة لماذا؟ الإنسان في تعز يعتمد في الكهرباء على الطاقة الشمسية لماذا؟ الإنسان في تعز النظافة تتصدق عليه بعض المنظمات الخارجية. يعني أين واجبات السلطة المحلية أمنية وعسكرية في القيام بدورها؟ لكن الوجه الإيجابي للجانب الاجتماعي لا ينبغي أن يكون محسوبا لهذه السلطات في أي حال من الأحوال. نعم. إذا أستاذ أحمد استمعت لرد الدكتور، وربما يعني فعلا لم نود التطرق للجانب الاجتماعي، ولكن اسمح لي في ظل كل هذه الإشكاليات التي تحاصر المدينة من الداخل والخارج، برأيك كيف يستفيد الحوثيون من هذه الإشكاليات الحقيقة التي تعاني منها المدينة، حيث أصبحوا ربما هم آخر الأعداء الذين يتم التحدث عنهم؟ طبعا انا اتفق مع الاستاذ الدكتور فيصل في كثير من القضايا والمشكلات التي نجدها في تعز، خاصه تلك المرتبطه بالعمار وإعادة العمار وارتفاع اسعار البضائع، وايضا بعض المتهبشين الذين يتهبشون مثلا في الاراضي والايرادات. لكن تبقى هذه المشاكل فعلا، هذه المشاكل التي يجب ان تقوم بها السلطه وتعاون بها السلطه المدنيه والعسكريه من اجل محاصرة ومحاصرة المخالفات التي تحدث في الظروف العادية، ما بالك في الظروف الاجتماعية. يحتاج إلى نوع من الحزم والعزم من جميع الأجهزة، من المحافظ ومن الوكلاء ومن القادة العسكريين والأمنيين، لحل هذه الإشكاليات التي يمكن أن تخطف في تعز. لكن الإشكالية الحقيقية التي تلاقيها تعز هو يعني عدم الاهتمام والتهميش من السلطة المحلية، وعدم الدعم الكامل لمشروع التحرير، ودعم في يتعلق بدعم الخدمات والامن وبقيه الايرادات. هذه لابد من السلطه المحليه ان تتحرك مع الحكومه من اجل رفع مستوى الحركه، و تناضل على كل الجبهات. طبعا قضيه تعز والمخايض مسؤوليه السلطه المحليه لكي تعمل بكل جهدها لكي يكون المناطق المحررة هي مناطق واحدة تبع المحافظات بدون كنتونات وبدون أي أجهزة أخرى. الحوثي من قبله طبعا يستفيد سواء في تعز أو في غير تعز، عندما تتهاون السلطة المحلية في دعم الأجهزة الجيش والأجهزة الأمنية للتحرير، لا شك أن هذا سيعود فائدة على الحوثي. أي تقصير أو قصور أو محاصرة أو عدم إمكانيات للتعز والجبهات هو يخدم يعني بصورة طبيعية الحوثي، أن ضعف الجبهة وضعف الجيش، وأيضا الصورة أحيانا السوداء التي يقدمها الإعلام المنفرد في التواصل الاجتماعي وتضخيم القضايا، وأيضا الهجوم على المؤسسات وعلى الجيش الوطني من بعض الأجهزة، كل هذه طبعا تخدم الحوثي. لكن نحن نأمل انه كل هذه المشاكل تبقى مشاكل تعز تحت السيطره لو يعني وجدت لو استطاعت السلطه المحليه، ونحن نعمل بذلك بوجود واستقرار الراس الاول في المحافظه، اضافه الى تعاون الحكومه وتعاون
الشرعيه في تعز، ان تتجاوز تعز هذه الاخطاء وهذه العقبات وتتجه نحو التحرير وتشغيل المؤسسات وإعادة الامر. وانا اؤكد انه بامكان ابناء تعز بالتعاون مع السلطه ان يقفوا وقفه جاده من اجل ازاله الاخطاء وايضا معاقبه بعض عن الامور والقضايا والمتدشين والمخالفات، وهي امور يعني بامكان فعلها لو اتجه الناس الى النقاط الحقيقيه لحلها وليس الى بعيدا عن الضوضاء يعني الضوضاء الاعلاميه التي احيانا تخدم اجنده اخرى وتخدم مشاريع صغيره. نحن فعلا نؤكد على ان تعيش في هذا الظرف الذي يعتبر ظرف حرج وظرف اجتماعي وظرف نضالي تستطيع بمجتمعها وبناسها وبسلطتها باذن الله سبحانه وتعالى ان تقدم مستوى افضل من الاداء للخروج من هذا المازق التاريخي. نعم، إذا أستاذ أحمد، اليوم كان هناك وقفة احتجاجية في تعز تطالب بكشف نتائج تحقيقات في ملف مقتل الحمادي رحمة الله عليه، لماذا برأيك لم تكشف حتى الآن أي ملابسات للحادث؟ رحمة الله على الشهيد الحمادي القائد العسكري النبيل. طبعا أبناء تعز كلهم بمختلف القوى السياسية يطالبون بالكشف عن هذه التحقيقات، ونحن طبعا ليس لدينا تفصيلات ماذا لدى اللجنة في التحقيقات التي يعني الآن أخرت النتائج. نحن ندعوها باسم كل أبناء تعز إلى سرعة الكشف عن التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد الحمادي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد عثمان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ونعتذر للدكتور فيصل وللسادة المشاهدين، سقط الصوت فقط عن الدكتور، لم يعد يسمعنا، سنحاول التواصل به. وينضم معنا الآن الأستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز عبر الهاتف من هناك. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نجيب. عاد المحافظ بعد قرابة عام من الغياب، وبالتأكيد هناك العديد من الملفات التي تنتظره وهي ملفات شائكة، برأيك ما هي أبرز هذه الملفات وما الذي حقق فيها منذ عودته؟ نعم سيدتي العزيزة، أولا أشكر قناة بلقيس لتطرقها لهذا الموضوع الهام جدا، واسمحي لي في البداية أن أوضح للمشاهدين وللدكتور فيصل وأيضا لكم، إن أردنا أن نكون فعلا منصفين يجب أن نضع النقاط على الحروف ويجب أن نكون واقعيين في طرحنا. عاد المحافظ إلى تعز، نعم هناك ملفات شائكة، هذه الملفات يتم حلحلتها تلقائيا وتدريجيا، من غير المعقول أن يتم إنجاز كل الملفات الشائكة وحلحلتها خلال فترة وجيزة، خاصة وأن الجميع يعلم الوضع الذي تعيشه محافظة تعز مقارنة إذا ما قارناها بالمحافظات الأخرى. حينما نتحدث عن محافظات أخرى لم تغزوها ميليشيات الحوثي ولم تدمر بنيتها التحتية كما فعلت في تعز، فهناك فرق كبير جدا. تعز للأسف الشديد تم تدمير بنيتها التحتية كاملة، ولا زالت تعز حتى الآن تعيد بناء مؤسساتها سواء على في الجانب العسكري او الخدمي او الامني او حتى القضائي او حتى كثير من المؤسسات، بعكس المحافظات الاخرى التي لم تتضرر بمقدار 20% مما تضررت في محافظه تعز. هناك ملفات، والسلطه المحليه منذ ان عاد المحافظ في اجتماع متواصل مع المكتب التنفيذي لحلحله كثير من القضايا ومناقشه كثير من هذه الملفات. واذا ما قارنا تعز بغيرها، من هي المحافظه التي تتمتع بخدمات أفضل مما تتمتع به تعز؟ نعم، دعنا من المقارنات أستاذ نجيب، وحدثني ما الذي يعني تحتاجه تعز الآن؟ ما هي أبرز الملفات التي عمليا يعني في نهاية الأمر هذا كله ربما تراكمت كل هذه الإشكاليات بسبب غياب المحافظ؟ دعنا يعني لا نقفز على الأحداث، نعم ربما يكون الوضع بالنسبة لكم حين تقارنون هو جيد، ولكن عمليا بالنسبة للحياة الطبيعية ليس جيد بالمرة يعني. فأرجو أن تحدثني عن يعني أبرز هذه الاحتياجات لمدينة تعز، وكيف يمكن يعني حل هذه الإشكاليات.
يا سيدتي العزيزة، المحافظة ليست مرتبطة بشخص المحافظ، هناك سلطة محلية وهناك مكاتب تنفيذية هي من تدير أعمال السلطة المحلية وتنفذ مهامها. المحافظ هو مشرف عام على هذه التصرفات وعلى هذه الإجراءات التي اتخذها المكتب التنفيذي. نعم، وجود المحافظ أمر مهم جدا في محافظة تعز، وتواجده أيضا يقدم لنا دفعة لجميع المكاتب التنفيذية بمزيد من العمل، لكن تحتاج تعز إلى أشياء كثيرة جدا، تحتاج إلى دعم المؤسسة الأمنية خاصة وأن تعز هي المحافظة الوحيدة التي ربما تدعم بأقل مما يفترض أن يتم دعمها بها. هناك أيضا تعامل بطيء جدا من قبل الحكومة مع ملفات تعز بكل أسف، لا تستجيب ربما الحكومة لكثير من الملفات التي رفعت إليها. تحتاج تعز إلى أن تكون هناك فعلا مؤسسة أمنية ودعم أمني حقيقي، رغم أن الأمن في محافظة تعز في عام 2019 حقق نتائج إيجابية كبيرة جدا. أيضا تحتاج إلى دعم قضائي، وحينما أنا أقارن تعز بالمحافظة الأخرى هو ليس من مجال المقارنة، لكن لا يمكن أن نتحدث عن إنجاز تعز إذا ما قارنا بالمحافظة الأخرى، سواء في الجانب القضائي أو الجانب الأمني أو الجانب الخدمي أو حتى الجانب الصحي أو حتى في جانب كثير من المكاتب. فمثلا استطاعت محافظة تعز في الجانب الصحي أن تحصر كثير من الأوبئة وتكافحها، بينما لم تستطع محافظات كثيرة أن يكون هناك حصر أو حتى مكافحة لهذه الأمراض رغم الإمكانيات المهولة فيها. استطاعت تعز عبر المؤسسة الأمنية أن تضبط الأمن في كثير من أوقاتها الصعبة، ورغم إمكانياتها إلا أن الأمن في تعز يتطور يوما بعد يوم. أيضا الجانب القضائي في تعز ربما هو أحسن من كثير من المحافظات. التناغم الحاصل ما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والسلطة المحلية في محافظة تعز تفتقده كثير من المحافظات، وربما هذا التناغم في تعز يدل على أن هناك سلطة محلية وقيادة سياسية قادرة على أن تحافظ على تعز وتدير تعز وتنتشلها من وضعها. ربما هناك فعلا بعض الاختلالات، لكن هناك تهويل إعلامي شديد لبعض الاختلالات التي تحدث للأسف. يعني بالتأكيد أستاذ نجيب نتمنى أن يكون الأمر في تعز مجرد تهويل إعلامي يعني، لكن ما يصلنا الحقيقة هو أرقام، فيديوهات وأناس يتحدثون من الداخل. دعني أنتقل فقط للدكتور فيصل الحذيفي، إذا ربما لم تستمع إليه، نعتذر منك لسقوط الصوت دكتور فيصل. سأوجز أبرز ما تحدث به الأستاذ نجيب، يعني هو يتحدث أن علينا أن ننظر للصورة بشكل مختلف، مقارنة تعز ببقية المحافظات التي لم يدمر الحوثي منها مثل ما دمر في تعز التي ربما دمرت تماما بنيتها التحتية. المحافظ يعني السلطة المحلية ليست مرتبطة فقط في شخص المحافظ، هناك العديد ممن يعملون ويحتاجون لدعم المؤسسة الأمنية، وهناك تعامل بطيء للحكومة في العديد من الملفات لتعز، هناك تطور في كثير من الجوانب، ربما كما تفضل أستاذ نجيب أن 2019 يعني سجلت في المجال الأمني ضبط معقول خلال 2019، وفي الجانب الصحي أيضا استطاعت أن تكافح العديد من الأوبئة لم تستطعها بقية المحافظات. تفضل. إذا كنت تسمعيني باعتبار أن الصوت منقطع عندي في الهاتف، فأنا سأتحدث باعتبار أن الميك شغال. ارفع الصوت شوي عندك في التلفزيون. ارفع. أوكي، إذن جيد، سأواصل بالسماع من التلفزيون مباشرة حتى نتجاوز ثغرات الانقطاع الاتصال. أنا أود التأكيد مرة أخرى على أن هناك فرق بين تعز الاجتماعية التي تعبر عن أبنائها المناضلين والصامدين والمتحدين للصعوبات سواء الداخلية أو الخارجية أو المعلومة وغير المعلومة، المكشوفة وغير المكشوفة، وبين تعز الإدارية التي تمثل الدولة. تعز الإدارية التي تمثل الدولة لا نستطيع أن نبالغ بأن هناك إنجازات. أي إنجازات؟ نحن نتحدث عن كهرباء منقطعة الناس نسوها، مياه. أنا أخرج أحيانا الساعة 5 فجرا لأرى جميع النساء والأطفال يتسابقون على 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 سقيا المنظمات الإغاثية بين البرد وفي الظلام. هؤلاء لا يخجلون،
يعني الزبالة متعفنة، البلاليع في الشوارع، التعليم منهار، لا يوجد أي أداة. يعني الطالب يروح الساعة 8 يروح الساعة 10. أنت تتحدث لي عن إنجازات، أنت كموظف عند المحافظ من حقك أن تمدحه، لكن امدحه بما يستحق. لا ينبغي علينا أن نجازف في المسائل الوطنية من أجل منصب لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني أنت تتقاضى راتبا 80,000 ولا 100,000، ما هي؟ هي لا تعني لك، لا تعني شيء، هي لا تكفيك حتى لفواتير التليفون والمواصلات. نتحدث عن إنجازات خرافية. يعني عندنا محافظ ظل مغتربا سنة كامل وأتى الآن لكي وكأنه لكي يحول الحول كالتاجر الذي سيخرج الزكاة بعد انتهاء. ماذا قدم لتعز؟ يعني ألا يخجلون؟ يعني اليوم البسط على 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 أراضي الناس بالمسلحين في كل حي، حتى أراضي الجامعات تنتهك، وبالتالي تخرج دولة لتمنع هذا الانتهاك. لكن لماذا لا تعاقبهم؟ لماذا لا تحيلهم من القضاء؟ لماذا لا تردعهم؟ لماذا تكافئهم فقط بالمنع فقط؟ يعني كوارث. نتكلم عن 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 خدمات دنيا، صحة، الإنسان يتعالج بنفقاته الخاصة في المستشفيات الخاصة بأموال باهظة، يعني باهظة بالنسبة لليمنيين، لكن هي قد لا تكون باهظة لغيرهم. فالخدمات الدنيا غير متوفرة، أمن، نظام، قانون، سلامة القضاء. القاضي ممكن لا يستطيع أن يتحرك في قضية، يعني ممكن أن يهدده أي مسلح. المواطن الذي يطلب منه صاحب البيت المغادرة لا يجد بيتا. يعني لا نستطيع حل هذه المشكلات دون التفكير جدي بإعادة الترميم والإعمار وخلق تنمية عمرانية حقيقية تستوعب احتياجة الناس. يعني اليوم المدارس الحكومية لم تعد تؤدي الغرض، حتى انصرف الناس إلى المدارس الخاصة، وحتى المدارس الخاصة لا رقابة عليها. الجامعات أيضا عندنا دكاكين يسمح لها بأن تصرف شهادات للناس، لا تخضع لا لرقابة ولا تخضع لمعايير أكاديمية ولا تخضع لتصنيف، وتفتح أقسام خارجة عن المعايير الأكاديمية. أين دور السلطات في هذا الفساد؟ في الفساد التعليمي، الفساد الصحي، الفساد الخدمي، الماء، الكهرباء. يتحدثون عن إنجازات، هذه الإنجازات التي توجد في تعز هي إنجازات مجتمعية. المجتمع لديه حب في الحياة، حب شبق في الحرية، ينتزع من جميع الأطراف الداخلية والخارجية حقه في الحياة، وبالتالي هو يسلك السلوك المدني لكي يعيش. ماذا يريدون من الناس؟ أن ينتحرون؟ أن يشربوا سم الفيران؟ نعم. لا أدري كيف. يعني هل هناك فضل على هذه السلطات بأن الناس عايشين يعني ومستمرين في الحياة؟ نعم. ماذا يريدون؟ يعني أن يخرج الناس يموتوا كديدا في الشوارع نتيجة الزبالة والأوبئة والفيروسات والبلاليع المنتشرة في الشوارع؟ أين دور هذه السلطات في هذه الخدمة الدنيا؟ الناس نسيوا أنهم يعيشون في القرن 21. يعني اليوم نحن عدنا 100 سنة إلى يعني ربما نحن الآن أشبه ما قبل الثورة في عام 60. لولا أن التقنية الحديثة الوافدة من الدول الخارجية هي التي تعطي للناس بصيص أمل. اليوم الناس بلا إنترنت. بالله نريد أن نسأل وزير الاتصالات، هذا الوزير غير المسؤول الذي ظل يروج أنه أنشأ عدن نت، وأن وأيضا تحويل شركة الاتصالات إلى عدن، وبالتالي غير قادرين على اليوم على تقديم خدمات الحوالة البنكية، الحوالة المصرفية، الخدمات التعليمية عبر الإنترنت، التراسل. اليوم أصبحت هذه ضرورة كالماء والهواء. يعني هذه السلطة فشلت على المستوى المركزي، ويعني عكست فشلها على المستوى المحلي. نعم. يعني أنا أقدر بأن السلطات المحلية فشلها ليس مرهونا بها، وإنما فشلها مرهون بالتدخلات التي يعني تفرض عليها، تفرض عليها في تعيين من لا يستحق في هذه المناصب، في عدم عقوبة من يخالف القانون، في عدم الإحالة الفاسدين إلى القضاء، وفي عدم الدعم أيضا. يعني اليوم نتحدث عن أربع كنتينيرات من الأموال المطبوعة يذهب بها بلطجي أو صعلوك إلى 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 حوش منزله. ما هذه الكارثة؟ هل هؤلاء السلطات عندهم شعور وطني؟ نعم. إذا اسمح لي دكتور، يعني تحدثت في الكثير يعني من النقاط. دولة بلا اتصالات، بلا هاتف، بلا شركة اتصال، بلا شركة نت، بلا عملة نقدية، بلا دورة مالية، حكومة بلا موازنة لرواتب.
يعني اليوم هم يصدرون أكثر من 60,000 إلى 70,000 برميل بترول، أين تذهب هذه الـ 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 الأموال؟ الإيرادات الجمركية والضرائب والرسوم أين تذهب؟ المساعدات الخارجية أين تذهب؟ لماذا لا تلزم هذه السلطة الكسيحة هذه الدول المتدخلة أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية بموجب تدخلها أو يرحلون؟ نحن لا نعم إذا دكتور اسمح لنا نعم علينا داني تحدث عن الكثير من النقاط التي يعني ربما أريد إعادة توجيهها للأستاذ نجيب. سمعت لحديث الدكتور وهو يتحدث عن العديد من الإشكاليات الحقيقية، لا كهرباء لا مياه، النفايات متكدسة، الصرف الصحي منهار، التعليم منهار، الصحة أيضا منهارة، ناهيك على الاختلالات العسكرية والأمنية والسياسية. كيف يمكن حلحلة كل تلك المشاكل دكتور أستاذ نجيب؟ نعم سيدتي العزيزة، أولا أنا لا أريد أن أخوض في شد وجذب مع الدكتور فيصل، وأنا طبعا أحترم آراءه وأقدر آراءه للأمانة بشكل كبير جدا، والدكتور فيصل أعلم تماما أنه حريص جدا على محافظة تعز ويحب تعز من أعماق قلبه، ومن السهل جدا إبراز السلبيات لكن أيضا من الصعب جدا تجاوز الإيجابيات، فالإيجابيات ليست من النوع البسيط التي يجب أن تظهر بمجرد التحدث عنها على سطح الواقع، هناك سلسلة كبيرة من الإجراءات التي يستدعي إلى حضور هذه الإيجابيات. لكن حينما نتحدث عن الكهرباء جميعنا يعلم أن الكهرباء تأتينا من المخا، والشبكة الكهربائية متلفة أو تالفة بشكل كامل، فمن أين نأتي بالكهرباء خاصة وأن المخا لا ترضخ لإرادة تعز ولا لسلطة تعز، وأيضا هناك حصار على تعز من قبل ميليشيات الحوثي للعام الخامس على التوالي، فمن أين نأتي بالكهرباء؟ الحديث عن الكهرباء هو حديث جزافي ومبالغ فيه. نعم جميعنا نريد كهرباء لكن ليس بهذه السهولة، عودة الكهرباء سيتم ببيان سياسي أو بخطاب سياسي أو بمجرد منشور سوف تعود الكهرباء، هناك إجراءات معقدة جدا، هذا إذا ما تحدثنا عن شبكة الكهرباء. وإذا ما تحدثنا أيضا عن المياه، أيضا جميعنا يعلم والجميع أن مياه تعز تأتي من خارج تعز من الحيمتين، وهذه المنطقة تخضع أيضا لميليشيات الحوثي، إضافة إلى أن شبكة المياه والصرف الصحي جميعها تالفة ويتم الآن إعادتها بجهد مبذول من قبل المؤسسة العامة للمياه. نعم. وهنا السؤال، ماذا قدمت الحكومة لمحافظة تعز في جانب إعادة المياه وإعادة مؤسسة المياه والصرف الصحي، وحتى يتم الحديث عن عودة المياه أو عن فشل السلطة المحلية في عجزها عن إعادة هذه الخدمات؟ إذا ما تحدثنا عن الجانب العلمي، من قال أن في تعز هناك فشل علمي لا يوجد في المحافظات الأخرى؟ بالعكس تعز لا زالت حتى الآن تحوز على المراكز الأولى سنويا رغم الحرب رغم الحصار رغم القذائف التي تصل يوميا رغم القتل في القتال في الجبهات المناوية والقريبة للمدينة، بينما في المحافظات الأخرى لا يوجد قذائف تصل لوسط مدنهم، لا توجد حرب في الجبهات، أمن مستقر، استقرار، إمكانيات تتوفر كل شيء لديهم، ومع ذلك لا يستطيع أن يقالوا تعز بإمكانكم أن لا تسمعوا لكلامنا، نحن لا أنا لا أدافع عن منصبي ولا أدافع عن محافظة تعز، منصبي كما قال الدكتور فيصل أيضا لا أستلم 8,000 ولا 100,000، أنا أستلم 45,000 راتبي الرئيسي، وربما للشهر السابع لم أستلم راتبي أيضا لأنه من ضمن المكاتب المعرقلة من المكاتب المالية التي بسبب وزارة المالية وتعسف وزارة المالية ترفض الآن صرف رواتب المكاتب الهيئات والمؤسسات المركزية. شكرا شكرا لك أستاذ نجيب، لم يعد لدي المزيد من الوقت، اعتذر منك. شكرا جزيلا لك نجيب قحطان مدير عام مكتب الإعلام بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. في دقيقة واحدة دكتور فيصل إذا سمحت، يعني عمليا فعلا تعز غير مدعومة من الحكومة والسلطة المحلية غير مدعومة بتاتا، ما هو الحل من وجهة نظرك؟ يعني هل الحل مجتمعيا يأتي من الناس أم على الحكومة أن تلتفت بجدية إلى تعز؟ يقال في الشعر القديم لا تحرق النار إلا رجل واطيها. اليوم ماذا قدمت تعز في مسألة تنمية الإيرادات المحلية لكي تحقق منها ميزانية تشغيلية قادرة على الاعتماد الذاتي؟ هذا أولا. ماذا عملت من خطة لاستعادة المخاء وأن تصبح المخاء هي الوجهة الحقيقية للتعامل تعز مع الخارج؟ فقط أريد أن أعقب على مسألة الفشل الإداري الذي لا نحسن الدفاع عنه. لما نتحدث عن الكهرباء بأنه في المخاء، كيف استطاع القطاع الخاص أن يشغل كهرباء تعز
ويدفع المواطن 300 ريال على الكيلووات. هل تعجز السلطة المحلية أن تشتري هذه المولدات الضخمة وتشغل كهرباء لتعز بأسعار معقولة بأسعار 50-100 ريال في الكيلووات؟ يعني كان القطاع الخاص الذي يستخدم الشبكة الذي يقول أنها مهلهلة وأنها فاشلة وينير تعز كامل بفائض مالي كبير، لماذا لا تقوم السلطة المحلية باستثمار الاحتياجات للناس وتقديمها بأيسر السبل وبمقابل معقول؟ نتحدث عن الماء، الماء لا يأتينا من الحيمتان بشكل كامل، الماء عندنا أبيار في تعز خاصة بالمؤسسة وكذلك خاصة في القطاع الخاص، لماذا لا تنظم هذه الأبيار لرفد الناس إلى منازلهم في المياه؟ هناك فشل إداري ينبغي أن يعالجوه. نعم، لا ينبغي أن يرفعوا فقط راية المبررات والذرائع، هذا كلام نعم غير صحيح. وصلت فكرة الدكتور. نحن ندينهم بهذا الفشل ونقر بأنهم فاشلين وعليهم أن يثبتوا لنا عكس ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء من جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.